دي مكرونه بشاميل بطريقه سهله. اول حاجه بنعمل بشاميل، بنحمر معلقتين سمنه عليهم كوبايتين لبن معاهم معلقتين دقيق مع معلقتين السمنه بس، نسيبها تغلي. وبعدين الناحيه التانية نسلق المكرونه ربع سلقه، وبعدين نعمل العصاج اللي هو باللحمه المفرومه او بالفراخ مع البصل. هنحط طبقه مكرونه مع شويه بشاميل، وبعدين الفراخ والعصاج بالبصل، ونكون طبعا ضايفين عليه التوابل بتاعتنا. وبعدين هنحط في الاخر المكرونه ونفويها طبقه البشاميل. احنا من النوع اللي بنحب ان ما يكونش البشاميل كتير، فهي طلع ممكن ناشفه معايا. اللي حابب ان هو يزود بشاميل او يعمل بشاميل تقيل، دي حريه شخصيه. نشكركم على مشاهده الفيديو، ونتمنى ان انتم تتابعونا. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ويا ريت شير للقناه، واي حاجه محتاجينها اكتبوها تحت في التعليقات. اعزائنا متابعين قناه مطبخ 5 نجوم، عشان توصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديده اللي هنعملها المفيده بالنسبه لكم، يا ريت نضغط على زر الاشتراك الموجود تحت اي فيديو من الفيديوهات على القناه. اشتراك، اول ما تضغط على زر الاشتراك هيظهر لحضراتكم علامه صح انكم مشتركين في القناه، وهيظهر جنبها علامه الجرس. عشان تظهر لحضرتك اشعار بكل فيديو جديد نازل، لازم تضغط على تفعل علامه الجرس، تضغط عليه كليك كده وتحط علامه صح قدام ارسال اشعار، ارسال جميع الاشعارات بشان هذه القناه، وتدوس على حفظ. مجرد اي فيديو هينزل هيجي لحضرتك اشعار كده في الفوق خالص هنا عند الجرس عند قناتك بان في فيديو جديد من مطبخ 5 نجوم. بشكر حضراتكم لمتابعتنا للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.